مثل بيحكي ربي هزيل حلالك، ربي هزيل حلالك. بتعرف تكمل المثل؟ ربي هزيل حلالك. لا والله مش عارف. لا والله احنا اللي ما بيعرف بيغني عنا. بيغني؟ يلا شو نغني؟ بدك يا شو بخطر في بالك غني. شو بدي اغني؟ شو ما بخطر في بالك؟ غاب القمر يا ابن عمي يلا وصلني. وين؟ على عقربة. كل عام وانتم بخير. بخير اهلين. كيف انت والامثال؟ يعني كثير. كيف حظك بهالدنيا؟ يعني كويس. ماشي حاله؟ كويس الحمد لله. سكان اي منطقة؟ حريمة. حريمة؟ حريمة. 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 طيب المثل بيحكي ربي هزيل حلالك. بتعرف تكمل المثل؟ ربي هزيل حلالك. بتسوق على اي خط؟ خارج حريمه مجمع دوائر بني كنانه. الله يعطيك الف عافيه. عافيك. رمضان كريم. كنت اكرم. الله اكرم. اكرم الجميع كله اكرم. الحمد لله. كيف حظك بالدنيا يا حاج؟ والله الله اعلم عاد هو مليح ولا سيء. انت شو رايك فيه؟ الحمد لله. دائما بتمنى الامنيه الواحد يكون امنيته جيده. ان شاء الله يا رب. صوتك حلو؟ حلو معلوم. حلو؟ حلو. بغني يعني عادة؟ لا بغنيش. لا في البيت يعني. في البيت بغني للست. شو المثل؟ ربي هزيل حلالك. ربي هزيل؟ هزيل حلالك، يعني ربي الضعيف من حلالك. بتلاقيه بسنين غلالك. نعم. لا والله ما عارف. مش عارف. سوري ما بعرف والله. ما بيعرف بده يغني. لا ما بعرف اغني برضه كمان. كيف ما بتعرف؟ لا ما بعرف اغني. ما بيصير. لا ما بعرف اغني. معقول؟ معقول. شتي بيئاب. شتي بيئاب. طيب شكرا. اهلا وسهلا بك. هزيل حلالك احرص على سقمة عيالك. احرص على لقمة عيالك. لا. كل عام وانت بخير. وانتم بخير. المثل بيحكي ربي هزيل حلالك، بتعرف تكمل المثل؟ مصرف على عيالك. مش مزبوط. كيف صوتك حلو؟ لا والله اغاني لا ما اعرف اغني. لا والله بالمره والله. غير المثل. حظك حلو. غير المثل. والله ان شاء الله غير المثل. غير ما بنقدر نغير المثل. ربي هزيل حلالك. احرص غني اسجالك. نعم ايش غني اسجالك. لا يشفق على عيالك. وشفق على عيالك. لا شكرا. مين عنده غنم؟ مين عنده غنم؟ كل عام وانت بخير. بخير. كيف صحتك؟ الله يسلمك. كان اي منطقة؟ منطقة تربت. منطقة تربت، ايش اسمها المنطقة؟ هاي بني كنانة. بني كنانة. طيب في مثل بيحكي ربي هزيل حلالك، بتعرف تكمل المثل؟ لا والله ما بعرف. مش عارف. لا والله. كيف حظك بالدنيا؟ تعيس. ليش؟ داري. ان شاء الله بصير حلو يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. الله يسلمك. والله كريم. ربي معلش خلينا الحل. ربي هزيل اجيالك. ربي هزيل. ربي هزيل حلالك ولا تربي هزيل اجيالك. رجالك. 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 ربي هزيل حلالك ولا تربي هزيل رجالك. هزيل رجالك. لازم لا. النص. لا. النص. لا. لانه انت تنقطع المقطع. انا لا اعرف. انا لا عنص. انتوا التنين راح تربحوا. ماشي ماشي. انت قلت ربي هزيل حلالك ولا تربي هزيل اجيالك. رجالك. مزبوط. هو انتوا التنين حكيتوا صح وانتوا التنين راح تربحوا. ماشي يعني راح نقتسم الهديه بينكم انتوا التنين. ماشي ماشي. شو اسمك؟ فواز محمد خليل ملكاوي. فواز ملكاوي. ملكاوي. وحضرتك؟ منتصر محمد سعيد بكار. بكار وملكاوي. طبعا انتوا التنين اشتركتوا في انكم تجمعوا المثل وحكيتوه مزبوط. نعيده مره ثانيه. ربي هزيل حلالك ولا تربي هزيل اجيالك. رجالك. بعدك رجالك. لا خلص رجالك. ربي هزيل حلالك ولا تربي هزيل رجالك. هزيل رجالك. صحيح حكيتوه. طبعا انتوا التنين راح تقتسموا هلا الجائزه. بس قبل ما تقتسموا الجائزه شو بتشتغل؟ عاطل عن العمل. ما بتشتغل ابدا. وانت؟ مدرسة مهنية. شو بتتعلم؟ شو عم تتعلم؟ نجارة. طبعا احنا جائزتنا هي عبارة عن بدلة من محلات ياسين وساعة من محلات صالحية في اربد. فرح تقتسموا انتوا الجائزة. مين بده ياخذ بدلة ومين بده ياخذ ساعة؟ رح تتفقوا. ماشي؟ رجالية يعني؟ بدلة رجالي. ورجوني اياهن. مش معانا.
وساعة يد ماشي؟ ماشي. لأنكم التنين أنتم حكيتوا صحيح ماشي؟ ماشي. ألف مبروك للتنين، يلا مبروك. مبروك مبروك. سعفوا له.